هذا لفضيلة الشيخ محمد العريفي، فليتفضل مشكورا مأجورا، نفع الله تعالى بعلمه وفضله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الكرم، والسلام على الطيبة، والسلام على حسن الخلق، والسلام على الإيمان، السلام على المروءة، والسلام على الأخوة. السلام عليكم يا أهل البحرين ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يجعلنا على منابر من نور يغبطنا الأنبياء والشهداء. وأشهد الله والله على حبكم يا أهل البحرين، والله ما قبلت أحدا، والله ما قابلت أحدا من أهل هذا البلد سواء في البحرين أو في خارجها إلا ملك قلبي وأسر فؤاد. وقد عرفت الإخوة من البحرين قديما، فأنا نشأت في الدمام وولدت فيها، وكان معي في المدرسة في الابتدائية وفي المتوسطة والثانوية وفي الجامعة أيضا، كان معي أعداد من الإخوة من البحرينيين الذين يسكنون في الدمام، وزاملتهم صغارا وزاملتهم أيضا كبارا، والله ما رأيت إلا الخلق الحسن واللطف والطيبة والمروءة والكرم. حتى إنني لما درست في الجامعة في فرع جامعة الإمام في الأحساء، كان معنا عدد كبير من الإخوة من البحرين، ربما عددهم يصل أظن إلى 30 أو 40، وكنا عادتنا نحن لأننا نسكن في الدمام وإخوة يسكنون في إبقيق أو يسكنون في الرياض وإخوة يسكنون في البحرين، فكان الطلاب عادة ينطلقون من عند أهلهم بعد صلاة الجمعة أو بعد العصر، ثم يصلون إلى الأحساء تقريبا صلاة العشاء، كلنا نصلي في مسجد الإسكان. فلا أزال والله أمام عيني صورة الشقق الخاصة بالشباب البحرينيين بعد صلاة العشاء في كل جمعة تمتلئ بنا، وذلك أنهم إذا جاءوا من البحرين يحضرون معهم حلوى بحرين، ويحضرون معهم يعني حركات يعني من الحلويات والأمور، فهم يحضرونها لأجل أن تكفيهم الأسبوع كاملا، فنأتي نحن ونقضي عليها في ليلة واحدة. فوالله ما كانوا يمنعوننا منها، ولا كان الواحد منهم يأتي ويخبأ بعضها يمين ويسار، كانوا يضعونها أمامنا ويقولون كلوا ما شئتم، فوالله ما أكلتم أحب إلينا مما أبقيت. ولا أزال أذكر والله يعني ترمس القهوة الواحدة تلو الأخرى ونحن في الصالة عندهم وهم يكرموننا، وهذا ليس غريبا على أهل هذا البلد. أسأل الله أن يجمع شملكم وأن يعز رأيكم وأن يصب الله عليكم الخير صبا صبا، وأن يكفيكم الله شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. وأسأل الله تعالى لا يحجب والله ما ندعو به لكم سواء هنا أو في خارج البحرين، وأسأل الله جل وعلا أن يكفينا جميعا حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين. أيها الأحبة الكرام، نحن في شهر مبارك فضله الله تعالى على كل الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله تعالى في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم عتقاء من النار، وأن فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. التسابق إلى الخيرات والمسارعة إلى الفضائل والمكرمات في هذا الشهر يكون أجرها أعظم. ذكر أهل العلم بأن الحسنة في رمضان مضاعفة، فهي أفضل من الحسنة في غيرها، حتى قال بعضهم إن أجر السنة والنافلة في رمضان هو كأجر الفريضة في غير رمضان. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان، يجتهد عبادة وقربا واستغفارا وتلاوة للقرآن. جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يدارسه القرآن في كل رمضان. فلما كان رمضان الذي توفي بعده النبي عليه الصلاة والسلام، أتى جبريل ودارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيه مرتين. وكان السلف رحمه الله تعالى يعرفون لهذا الشهر قدره ويكثرون فيه من العبادة والقرب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء رمضان قام فصلى، صلى في أول ليلة من رمضان. وأنتم تعلمون أيها الأكارم بأن بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ملاصقة لمسجده، ليس بينه وبينه إلا الجدار، يعني تطل من البيت من خلال الجدار فتستطيع أن ترى ما في المسجد. ولذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد صوتا في المسجد، فقام وهو في بيته وأطل من فوق الجدار فقط،
فرأى الحبشة يلعبون في المسجد. هو في ليلة من ليالي رمضان عليه الصلاة والسلام كبر يصلي صلاة الليل، فبعض الصحابة الذين في داخل المسجد سمعوا قراءته، فاقتربوا من الجدار وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيت عائشة في قبلة المسجد يصلي، فجاءوا وقفوا وراءه، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل وبالتالي يجهر بالقراءة، فيقول ولا الضالين ويقولون آمين، فعلم أنهم وراءه وأتم صلاته تلك الليلة. فلما كان في الليلة الثانية كثر العدد أكثر من الليلة الأولى وصلى بهم، فلما كان في الليلة الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم، انتظروا بعد ما صلى بهم العشاء ودخل لم يخرج يصلي كما يفعل. فلما صلى بهم الفجر قال عليه الصلاة والسلام لهم لقد علمت بمقامكم، أنا عرفت أنكم تنتظرون وترغبون، لقد علمت بمقامكم لكني خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن الصلاة تفرض عليكم تصبح فريضة في رمضان، وذلك من رحمته. واستمر عليه الصلاة والسلام يصلي وحده وهم يصلون. في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما تولى انشغل بحروب الردة وغيرها، ولم يمر عليه لرمضان واحد، واختلف هل مر عليه رمضان الثاني أو لا، هو حكم سنتين لكن ربما في هاتين السنتين لم يكن مر عليه رمضانان. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه صلى أبو أبي بن كعب بالناس وجمعهم عمر، وكان القارئ يصلي بهم 23 ركعة، وكان يقرأ بسورة البقرة في 12 ركعة، وربما قرأ بها في 8 ركعات بسورة البقرة كاملة، وكانوا يستعجلون الخادم بالطعام إذا فرغوا من الصلاة مخافة طلوع الفجر. يقول خالد بن دريك كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل 3 ليالي مرة، فمرض إمامنا فأمنا رجل آخر فختم بنا القرآن في كل 4 ليال مرة، فرأى الناس أنه خفف عليهم. الأول يختم كل 3 ليالي، الثاني ختم كل 4 ليالي، قالوا والله صلاتك خفيفة، فهم كانوا يجتهدون في العبادة. هذا الرمضان من اجتهادنا نحن في العبادة أن نفعل ما أمرنا الله تعالى به، من التزام المرأة بحجابها، من التزام المرء بأخلاقه، من بره بوالديه، الصيام والعبادات عموما لا يكفي فقط أن تعملها هكذا دون أن يكون لها تأثير في حياتك. يعني الصلاة ذكرها ربنا ثم قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة لها تأثير في حياتك، الصلاة تدعوك إلى الرفق، تدعوك إلى الحلم، تدعوك إلى الابتسامة، تدعوك إلى كف أذاك، تدعوك إلى حفظ لسانك من الأذى. ما الفائدة أنك تصلي وتقول اهدنا الصراط المستقيم ثم تنتهي وتسب وتلعن؟ هذا ليس الصراط المستقيم الذي طلبت الله أن يهديك إليه. ما الفائدة تنتهي من صلاتك وأن تقول اهدنا الصراط المستقيم ثم تعق والدك؟ أليس ذاك عقوق الوالدين هو الصراط الضال المنحرف؟ ما الفائدة لما يقول اهدنا الصراط المستقيم ثم يؤذي جاره؟ ما الفائدة يقول اهدنا الصراط المستقيم ثم يكذب ثم يفتري على الناس ثم يغتابهم ثم يفسد بينهم؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، اللي بيصلي الصلاة الحقيقية ينبغي له أن يلتزم بما أمر الله تعالى فيها من أخلاق. الصوم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الإنسان الذي يصوم لكن الصوم لا ينفعه، لا يمنعه من البذاءة، لا يمنعه من إيذاء الآخرين، لا يمنعه من غيبتهم، هذا ما الفائدة من صومك؟ الحج أيضا لأجل أن يضبط أخلاقنا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الزكاة لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. الدين يا إخواني وأخواتي كما أنه عبادات وقرب وعلاقة بين العبد وبين الرب جل وعلا، كذلك هو يحكم علاقة العبد بالعبد وعلاقة الإنسان بالإنسان، وهذا الذي فعله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. نحن اليوم نحتفل ببناتنا اللاتي التزمن بالحجاب، والالتزام بالحجاب أيضا هو طاعة وقربة إلى رب العالمين. وقد كانوا في الجاهلية سابقا النساء الحرائر العفيفات كن يتحجبن، ما كانت الواحدة تخرج مبتذلة في لباسها والكل ينظر إلى محاسنها. ولذلك يقول عنترة، وعنترة في الجاهلية يقول شراء جارتي، شراء جارتي
شرى جارتي سترا، انها تشتري ستر على بابها، شرى جارتي سترا فضول يعني ما له داعي. ليش؟ قال لانني جعلت جفوني ما حييت لها سترا. والنابغة يقول، يتكلم عن امور في الجاهلية، يقول سقط الخمار ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. يتكلم عن امرأة عفيفة، يقول كانت لابسة خمارها ومارة، فمع الهواء والريح سقط الخمار منها وهي عند رجال. هو يتكلم في الجاهلية لما كانوا يعبدون الأصنام. يقول فالمرأة لما رأت الرجال حتى لا يروا وجهها، يقول تناولته، تناولت خمارها من الأرض ووضعت يدها على وجهها تغطيه واتقتنا باليد. وهذا يدلك على أن الحجاب عموما هو عفة للمرأة وصيانة قبل أن تكون المسألة ديانة للمرأة. ولذلك يا جماعة ترى حتى في الأديان السابقة، في اليهودية وفي النصرانية عندهم حجاب. هل رأيت صورة لمريم عليه السلام؟ هل رأيت في حياتك صورة لمريم وهي كاشفة شعرها؟ لا يوجد أبدا. بصرف النظر هل الصورة هذه لمريم حقيقية ولا غير حقيقية، هذا أمر آخر. لكن حتى النصارى أنفسهم عندما يرسمون مريم لا يمكن يرسمون مريم وهي من غير حجاب، بل لا ترسم أبدا إلا وهي قد ارتدت حجابها. قل مثل ذلك في الراهبات النصرانيات اليوم، قل مثل ذلك في التي يعملن في الكنائس الملتزمات بالدين، سواء كنا من النصرانيات أو كنا من اليهوديات، كل هؤلاء يعلمون بأن الشرائع التي نزلت من قبل جاءت بأن المرأة لا تبدي زينتها. هذا شرع ليس فقط في ديننا، بل هو أيضا في الشرائع التي قبل، مثل ما قال ربنا مثلا عن شرع الصيام، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصلاة أيضا كانت موجودة عندهم، زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، عيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إبراهيم يقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الشرائع متشابهة، شرائع العظام، وجعل الله تعالى الحجاب أيضا من الشرائع العظام التي كانت في الأمم السابقة ولا يزال قد أمر الله تعالى بها أمتنا. ولذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، كانت النساء في الجاهلية يلتزمن بعدم إبداء سترهن، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما بعثه الله تعالى شرع الحجاب واجبا، كما قال الله جل وعلا قل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن، وفي الآية الأخرى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال ولا يبدين زينتهن، وغيرها من الآيات التي أمر الله تعالى فيها بالتحفظ. نحن اليوم عندما نثني على من تلتزم بالحجاب، هذه سنة نبوية. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يقول للمخطئ أخطأت، كذلك يقول للمصيب أصبت. نحن ربما أحيانا عندما نتعامل مع الناس نلاحظ أخطاءهم ولا نلاحظ محاسنهم. يعني ربما شخص لو رجع إلى البيت ورأى مثلا ولده لم يصلي لاحظ هذا الخطأ ونصح يا ابني ليش ما تصلي، يا ابني الله يهديك. لكن لو رأى ولده سبقه إلى الصلاة ربما ما يقول له بيض الله وجهك وجزاك الله خير أنك سبقتني. نحن كما أننا نلاحظ الخطأ وننتقده وننصح عليه، كذلك الصح لا بد أن نثني عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على من يعملون الشيء الطيب. يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة في سفر، قال إني لأعلم مواضع نزول الأشعريين، قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال إني لأعلم مواضع نزول الأشعريين في الليل وإن لم أكن رأيت مواضعهم في النهار. يعني أنا أعلم لما ننزل الجيش في الليل قبيلة الأشعريين أين ينزلون، هم ينزلون عن يميننا أو يسارنا أو في خلفنا أو أمامنا، أنا أعلم. قالوا كيف تعلم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام بحسن أصواتهم بتلاوة القرآن. شوف الثناء، يقولون فازداد الأشعريون تعلقا بالقرآن. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وقال لأبي موسى الأشعري، قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. ما كان يدري أبو موسى
النبي صلى الله عليه وسلم مر عند المسجد وأبو موسى في المسجد يقرأ، وكما تعلمون المسجد كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، فكان الذي يمر من الطريق يستطيع أن يسمع إيش اللي في المسجد، فيقول عليه الصلاة والسلام تشجيعا له كأنه يقول له أنا أريدك دائما هكذا يا أبا موسى. قال لو رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك البارحة يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شوف الثناء عليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على غيره ممن يكون لهم إقبالا، إقبال على الخير، فيثني عليهم صلى الله عليه وسلم حتى يزدادوا قربا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها خير النساء نساء الأنصار، خير النساء نساء الأنصار. قيل لها لما؟ قالت والله قد نزلت آية الحجاب، وهي الآية التي تقدمت معنا، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تقول نزلت الآية فقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجال في المسجد، فانقلب الرجال إلى بيوتهم يتلونها على نسائهم، كل واحد يقول لامرأته ترى شوفي الله أوجب الحجاب وصار واجبا ويجب عليك أن تحتجبي. تقول فخرجنا إلى صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفعن بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، يعني على طول سمعت الأمر بعد العشاء نفذت في صلاة الفجر. وهذا يا جماعة هو مقتضى عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، أنه إذا جاءه الأمر كما قال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. لاحظ كلها ثناء على الذين يطيعون الله ورسوله. ووالله لا يمكن أن يأمر الله أو أن يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بشيء إلا وفيه مصلحة لنا، لا يمكن أن يأمر بشيء فيه تضييق علينا، سواء في طعامنا أو شرابنا أو لباسنا أو أمور النكاح أو البيع أو الشراء أو الإجارة، لا يمكن أبدا أن تجد شيئا حرم أو أبيح إلا لحكمة ولمصلحة. ولذلك أنا كنت أتحدث مرة مع أحدهم فكان يقول يا أخي الدين ضيق علينا وفعل. قل طيب أنا أسألك الآن، الآن أعطني الأشياء، اللحوم التي لا يجوز أو الأطعمة عموما التي لا يجوز لنا أن نأكلها التي حرم الله أكلها. قال كثير. قل طيب أعطني كثير، أعطني خمسة بس. قال لحم الخنزير. طيب. قال والميتة، ميتة تشمل الموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح لغير الله كلها ميتة. اثنين غيره. قال كل ذي ناب من السباع. طبعا هو ما جابها، أنا ساعدت. طيب غير كل ذي ناب من السباع، يعني كل لها نياب مثل الأسد ونحوه. غير كل ذي مخنب من الطير مثل الصقر والنسر. طيب هذول أربعة. غير. فسكت. قلت عطني كم اللي خمسة، أن تقول الدين حرم كل شيء أعطني خمسة أشياء. فسكت. قلت طيب أعطني الأشياء التي أباح الله أكلها. تفضل أباح لك أكل لحم الغنم والبقر والإبل والغزلان والدجاج والكنغر والبط والعصافير والحمام، تبدأ تعد أنواع اللحوم تتعب. وأباح لك أكل الطماط والكوسة والجزر والبرتقال والتفاح والموز، تعد إلى متى؟ والحبوب وماذا حرم الله من المشروبات؟ حرم الخمر، لكن أباح لك الماء والعصير واللبن والحليب. لذلك قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، منه كل الأرض خلقها الله لنا نأكل ونشرب ونعيش ونلبس، لكن حرم علينا أربعة خمسة أشياء هنا. هذه حرام، هذه لا تأكلوها، هذا لا تشربوه. لماذا حرم الله الخمر ولا حرم مثلا إنسان يشرب اللبن ولا يشرب الحليب ولا يشرب عصير برتقال؟ ليش الخمر بالذات هو عداوة لله وعبادة لله؟ ما أباح الله تعالى شيئا لو فيه نفع ولا حرم الله
وخالي شيخة بنت صغيرة 14 سنة في المتوسط، واكتشفت أن عندها جوال وإحنا ما ندري، وغاز واحد حرقت لها وهي ما مسجد، والبنت تدرس في تحضير الطعام. فطيب كيف قالوا خالي شيخة لي العكس، والبنت التعقيد وحتى قنوات البيت محافظة، ما أدري كيف هجم عليها هذا الأمر من الأسف. قلت له أهم شيء بس ما تستعمل معها الرفق، لا تشف عليها. والأمر الثاني أنا أسأل، هل أنت تدعو لأولادك كذلك كما كان يدعو صالحهم الأولياء؟ هب لنا من أزواجك وذرياتنا مرة ثانية، وأصلح لي في ذريتي أن تدعو ذلك الزواج في ذريتي. فذوما ليش أصعب لي؟ ليش أدعو أن الله يصلح الموضوع أصعب لي؟ البنت اللي تدرس في التحرير وأولادي إن شاء الله يصلون من نفس الصالحين. فقلت لها هذه مشكلة تدعي لها، إذا كان الأنبياء وهم أنبياء يكون أصلح لي في ذريتي، وإذا كان إبراهيم عليه السلام يقول ربي هب لي من الصالحين. ما أريد ولد فاسد. وإذا كان زكريا يقول ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي إيش رضيا، يا ربي أنا أريد أولادا لكن اجعل ولدي هذا اللي بترزقني اجعله رضيا. إذا كان هؤلاء وهم أنبياء وصالحون ويدعون الله أن يرزقهم الذرية الصالحة وأن يصلح ذرياتهم، من أهم الأشياء في صلاح أولادنا وبناتنا أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا أيضا أن يحفظهم حتى لا يفجع بولده قد وقع في مخدرات أو وقع في مسكرات أو وقع في غير ذلك. ولا شك حقيقة أيضا أن تشجيعهم أمر مهم. وأنا أثني حقيقة ختاما على عمل الإخوة جزاهم الله خير في هذه الجمعية أو في هذه اللجنة المباركة نور اكتمل، التي يشجعون بها من تلتزم بالحجاب من بناتنا. ولذلك حتى غيرها من الفتيات إذا رأينها على هذا الحرص وهذا الخير وهذا الإقبال عليه يعني يتشجعن أن يصنعن مثل صنعهن. فأسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والثواب وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجزي بناتنا أيضا الفاضلات الكريمات التي يعني التزمن بالحجاب، أسأل الله يجزيهن خير الجزاء. وأيضا أوصي بناتي بأن تثبت على ما هي عليه، ربما بعض صويحباتها يتكلمن بأمور لا تسرها لكن اثبتي فإنك على الخير. أسأل الله جل وعلا أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ونجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم إني أسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يا رب أصلح أحوالهم، يا رب أصلح أحوالهم. اللهم ارفع عنهم البأساء والضراء. اللهم من كاد للإسلام وأهله فكده واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم اشملنا برحمتك وعمنا جميعا بفضلك وكرمك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشكر لكم هذا الاجتماع وأشكر لي